الدنيا منوره الدنيا، الف الف مبروك. انت اصغر عروسه في الوسط كله. عاوزه تقولي النهارده وانت جايه بعد جوازك وجايه بتكرمي عن مسلسل؟ مبسوطه طبعا بالتكريم جدا، وخصوصا لما بيجي من استفتاء الجمهور. دي حاجه غاليه جدا على قلبي ان الجمهور هو اللي يختارك، فاكيد دي جايزه مهمه جدا جدا بالنسبه لي. انت كام يوم جواز النهارده، واستقبلتي ازاي الشائعه السخيفه بخصوص انفصال؟ لا انا ما بركزش مع الاشاعات خالص، ويعني ما ببصش ورايا، لان انت لو بصيت على الاشاعه وركزت معاها هتكبرها، فدي بالنسبه لي حاجه تضحك جدا. يعني انا لسه فرحي اصلا، يعني انا تم عقد قراني، انا فرحي بعد العيد، فاقعد ابص بقى الطلاق ما لحقتش، يعني ما لحقتش اتخانق اصلا. انا بصور من تاني يوم، وعشان تعرف رمضان الوقت ضيق جدا، وانا بصور مسلسلين، فالمداح الجزء الثاني وملف سري مع هاني سلامة ومجموعة كبيرة جدا من النجوم، فما عندناش وقت، احنا يوميا تصوير، انا مزوغة النهاردة بالعافية. يعني هتتفرجي على مين في رمضان لو عندك وقت؟ لو عندي وقت هتفرج على ناس كتير، على ناس كتير من زمايلي. هتفرج على نيلي كريم، هتفرج على إلهام شاهين ومنة، هتفرج على فتحي عبد الوهاب ومي عز الدين وطارق لطفي، ناس كتير، مش عايزة انسى حد يعني، لكن ده لو عندي وقت، لان احنا مكملين يعني، ربنا يستر ان شاء الله. بتقولي ايه على اللي بيحصل، خناقات فنانين واعلاميين، فنانين وفنانين واعلاميين واعلاميين؟ انا مش حاضره خناقات حد والله، انا في عالم تاني فعلا. كنت يا دوب بجهز لموضوع كتب الكتاب وبعد كده للتصوير، فانا مش متابعه مين اتخانق مع مين فعلا، ما اعرفش بتتكلم عن ايه. مش يعني موضوع السوشيال ميديا بقالي فتره بعيده عنه، حتى اشاعه الطلاق دي حد من صحابي اللي قالها لي، انا ما قريتهاش، ما كانش في وقت ان انا اشوفها. فالحاجات دي اتعودنا عليها بقى، كله بيتخانق مع كله، كلام ممكن ما حدش متخانق أصلاً. كل سنة وانت طيب حبيبي، وانت طيب، ميرسي.